لان تاني يوم دي كانت اعداد الناس اللي نزلت. انا اعتقد تقديري الشخصي 3-4 مليون، الحد الادنى 2 مليون واخواننا بيقولوا 5 مليون، يعني اذا جينا خدنا بالمتوسط سيبقى 3.5 مليون على الاقل. ما تقوليش على الشعب المصري والنهارده معانا 5 مليون، ما نقولش على الشعب المصري. اذا كان الاستاذ خالد ما كسبش ال 5.5 مليون بتوع امبارح، لكن يقولوا ما يفوق 6 مليون. 6 مليون، مين قال 7 مليون؟ 7 مليون، 7 مليون، 7 مليون، 7 مليون، مين قال؟ مين قال؟ مين معايا؟ 7.5 اللي ورا، 7.5، 7.5 استاذ اللي ورا، 7.5، 7.5، مين معايا يزود؟ 8 مليون، 8 مليون، ميرسي اكسلانس، ميرسي، 9 مليون، مين قال 9.5؟ 9.5، 10 مليون، 10 مليون. ممكن ان يصل الى اخر النهار الى 10 مليون. هل يعني الرقم كان مجازي في التعبير، ولا يعني ممكن ياخد قد ايه، يعني يحتوي قد ايه يعني المساحه دي؟ يعني لا تزيد عن 40 إلى 50 ألف. هو قصده 50 ألف في المتر مربع، هو ما وضحش. بس طبعا 5 مليون يعني تقريبا 100 ألف اتوبيس في المتر مربع نفسه، وكلهم لقوا مكان يركنوا. سبحان الله، سبحان الله، بركه. قبل المليونيات يا جماعه كانت في مسيرات في كل مصر، الناس كانت في الشبابيك، كان ما بين مؤيد المسيره وبتعملي يا حاجه بتكبري، بتلمي عليهم يا حاجه، بتلمي وتجري يلا. وكانت في ناس معترض على المسيره، بتعمل ايه يا طنط؟ بتعمل ايه يا طنط؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا طنط؟ ليه كده يا طنط اشكيناز؟ ليه؟ الاخوان عملوا لك سوفاج، ايه بتعملي اشراط كده في البلكونه؟ عيب. انزلي وضربين بالروسيه بس مش كده. في الاخر المليونيه اللي كانت عند جامعه القاهره كانت رساله واضحه للكل ان الناس دي كلها مع قرارات الرئيس، مع الاعلان الدستوري، مع تحسين قراراته، ومع الاستقرار. مطالب واضحه ومحدده. ونأيد تطبيق الشريعه الاسلاميه. سبب النزول ان احنا ان شاء الله عايزين نطبق شرع الله عز وجل. هو الكلام ده موجود في الاعلان الدستوري؟ هو ميرسي، ميرسي خالص، ميرسي.